الله وبركاته، اهلا بكم في مختبري. في فيديو النهارده هنتعرف على انواع البرازيت اللي موجوده في عينات البراز، وبالاخص الاوبا، من خلال صوره اتبعتت لنا من علي جبار. نحب نشكره جدا على الصوره اللي حاب يشاركها معانا، ولو انتوا كمان عندكم اي فيديوهات او صور حابين تشاركوها معانا على القناه ونشرحها مع بعض من خلال شغلكم او من معاملكم الخاصه، متنسوش تبعتها لي على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي، واللينكات كلها موجوده في الديسكريبشن. من انواع البرازيت اللي ممكن تصيب الانسان البروتوزوا، او وحيده الخلايا او الاوليات، ودي عباره عن كائنات وحيده الخلايا زي مثلا الانتاميبا بانواعها، سواء كان انتاميبا كولاي او انتاميبا هيستراتيكا والجارديا لامبلايسيست او تروفوزويت. وكمان ممكن يصيب الانسان الورم او الديدان، ودي اللي ممكن نشوف اكتر من شكل منها، سواء كانت اوفا او لارفا او ادلت وورم، يعني الدوده كامله او الدوده الناضجه نفسها ممكن تكون ظاهرة في عينات البراز او حتى اجزاء منها زي ما بيحدث مثلا في التانية. بما ان الصورة اللي معانا فيها انواع كتير من الاوفا، فالنهاردة هنتكلم عن الاوفا، ازاي نميزها عن الاندايجست فود، وازاي نفرق كمان ما بين انواع الاوفا المختلفة. انواع الاوفا او البويضات اللي ممكن تظهر في عينات الاسطول المختلفة في الحجم وفي الشكل، بيميزها حاجة واحدة، وان هي بتكون حتى جدارها حاد، واضح فيها تركيب داخلي مميز لكل نوع من انواع الاوفا المختلفة. وقلت كتير قبل كده انه انواع الاوفا دي عينينا نفسها بتعرفها بمجرد ما تشوفها من خلال الممارسة والشغل كتير. فعشان تتعرف على الاوفا بشكل اسرع وتعرف نوعها، محتاج ان انت تشتغل كتير وتشوف عينات كتير. اول اوفا معانا ورقم واحد، واللي كلكم عرفتوها تقريبا في التعليقات، وهي الانتروبيوس فيرميكولاريس، او اسم تاني ليها وهي الاكزيورس، او بنسميها البين وورم او الدودة الدبوسية. في حالة البين وورم، الأنثى بتضع آلاف البويضات في منطقة بالقرب من منطقة فتحة الشرج، وبتسبب آلام وحكة للمريض وخصوصا الأطفال، لأن الأطفال دايما هي اللي تكون معرضة للإصابة بالديدان أكتر من الأشخاص الكبار. وبتظهر البويضات مع عينات الأسطول، بتظهر عديد من البويضات في العينة، متكونش غالبا بويضة واحدة، ممكن تظهر اللارفا، ممكن تظهر كمان الورم بتاعتها، والورم أو الدودة الكاملة بنقدر نشوفها بالعين المجردة في العينة، وهي بتشبه كتير دودة الأرض، لونها أبيض وحجمها ما بين 6 ل 13 ملي، فبتكون ظاهرة بالعين المجردة بنقدر نشوفها بكل وضوح. وساعات حتى الأمهات بتيجي تقول لنا إنه الأطفال بتشوف عينات البراز بتاعتهم ديدان زي دودة الأرض. أما البويضة فبتشبه كتير حبة الرز، وساعات كتير بنشوف اللارفا موجودة بداخلها، وبيكون ليها جدار مزدوج واضحة جدا، وشكلها اللي بيشبه حبة الرز ده شكل مميز ليها، وبتكون حجمها يعتبر من الأحجام المتوسطة، مش كبيرة الحجم، بنتكلم على الأوفا، وحجمها مش صغير قوي، فبيكون حجمها واضح في العينة، بنقدر نشوفها على عدسة 10 بشكل واضح جدا. الأوفا التانية معانا وهي الانكلستوما أو الهوكورم، واللي برضو عارفها كتير منكم، أو الدودة الخطافية. والدودة دي ليها أثر ضار جدا على جسم الإنسان، بتشبه كتير البلهارسيا في ضررها، بتصيب الجهاز التنفسي لأنها بتتجول داخل جسم الإنسان خلال دورة حياتها، فممكن تصيب مشاكل في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. طبعا ممكن تسبب حكة في الجلد لأنها ساعات بتظهر تحت الجلد، وكمان بتسبب أنيميا حادة، وممكن تسبب فقدان للدم مستمر للمريض لو ما تعالجتش بشكل صحيح. بويضة الانكروستوما بتبقى جدارها حاد، والأجزاء الداخلية أو التركيب الداخلية بتاعتها موضحة جدا، إنها مجموعة من الخلايا متركبة فوق بعض، وبتشبه كتير نوع من أنواع المايت إيج، واتكلمنا عنهم في فيديو مفصل عن الفرق ما بينهم وأيهم بيتكتب في التقرير وأيهم لأ. هسيب لكم الفيديو هنا فشوفوه، أكيد هتستفادوا منه. بويضة رقم 3، واللي هنضم معاها كمان رقم 7، لأن هما الاتنين بويضات الفاشيولا أو الفاشيولا هيباتيكا، او الديدان الكبدية، واللي بتصيب الكبد في الانسان وبعض انواع المشاوي الحيوانات، وبتسبب مشاكل كتير في الكبد لدرجة ان هي ممكن تسبب تليف وتضخم الكبد ومشاكل كمان في القنوات بويضة المرارية. الفاشيولا هي من اكبر البويضات حجما اللي ممكن تشوفها تحت الميكروسكوب، لونها بيكون براون او يلو، يعني اصفر او لون على بني فاتح، وحجمها زي ما احنا قلنا كبير، ممكن تظهر كاملة زي الشكل رقم 3، وممكن تظهر منفصل فيها او واضح فيها الجزء العلوي اللي هو اسمه اوبركيولوم، وده جزء من اجزاء البويضة. لو دققنا في شكل رقم 3 هنلاقيها موجودة ولكن بشكل مش واضح قوي. البويضة رقم 4، وهي من نوع من انواع البويضات الغير منتشرة في مصر، واللي كتير منكم معرفوهاش، تقريبا كلكم معرفتوهاش، وهي اسمها نانوفيتاس سالمنكولا، ودي نوع من انواع البويضات او الديدان المنتشرة
في اسماك السلمون او الاسماك عموما، وبتنتج الاصابة بيها عن طريق اكل الاسماك غير مطهية بشكل جيد. وغالبا المصابين بالبويضة دي او بالديدان دي ما بيكونش عندهم اي اعراض واضحة، غير بس بعض الاعراض او المشاكل في الجهاز الهضمي، مش اكتر من كده. علشان كده هي من البويضات اللي ملهاش اهمية كبيرة يعني، وعلاجها بيكون زي علاج اي انواع من الديدان عن طريق مطهرات المعوية بتنزل على طول ومفيش منها اي مشاكل كبيرة يعني في الجسم. والبويضة رقم 5، وهنضم معاها كمان رقم 8 لان هما نفس البويضة، هي تريكيورا، وكلكم تقريبا عرفتوها. سودة معدية تسبب آلام في البطن، تسبب إسهال، خروج مخاط مع عينات البراز، فدايما العينة اللي بيكون فيها تريكيورا بيكون فيها ميوكس أو مخاط بنقدر نشوفه بالعين المجردة مع عينات البراز، وبتتنقل عن طريق الحيوانات الأليفة زي القطط والكلاب مثلا، أو عن طريق أكل اللحوم غير المطهية بشكل جيد. بويضتها حجمها متوسط يعني، مش كبيرة ومش صغيرة، وكمان بتميزها الجزئين اللي فوق أو اللي على الأطراف، ده شكل مميز ليها جدا ومعروفة. شكل البويضة واضح جدا ومختلف تماما عن كل البويضات الموجودة في العينات الأخرى. رقم 6 برضو اللي كلكم عرفتوها، وهي الاسكارس، وكلكم عرفتوها ما شاء الله. الاسكارس من البويضات الواضحة جدا، وبيميزها القشور اللي موجودة على جدار البويضة، وهي نوع من أنواع الديدان الأسطوانية واللي بتصيب الإنسان والخنازير. قلنا رقم 7 فاشيولا، ورقم 8 تريكيورا. ندخل بقى على رقم 9. رقم 9 وهي التينيا ساجيناتا أو ديدان الشريطية، وهي نوع من أنواع الديدان الطويلة جدا. هي شكل الدودة نفسها بيكون مفلطح وغير مستدير، وكمان بتتكون من عقد، وده شكلها مميز جدا. وبعض الأحيان بتظهر أجزاء من الدودة نفسها في عينات الأسطول لما بيكون المريض واخد المطهرات المعوية اللي بتساعد على خروج البويضات دي أو على خروج الديدان، فممكن تظهر كمان أجزاء من الدودة نفسها في الأسطول. البويضات التانية بتكون دائرية وعبارة عن جدارين وبينهم أشواك واضحة جدا، وشكلها بيكون مميز كمان لأنه الأشواك دي بتديها شكل مميز. اتكلمت عنها برضو في فيديو منفصل قبل كده عن الفرق ما بين التانية والإتشنانة والأشواك اللي موجودة في البويضتين، هسيب لكم برضو الفيديو فوق، أتمنى أن انتوا تشوفوه إن شاء الله. والبويضة رقم 10 واللي برضو كلكم معرفتهاش ومعذورين حقيقة، لأن هي مش من أنواع البويضات المنتشرة في العالم العربي بتاعنا، موجودة برضو في آسيا لأن هي بترتبط بالأسماك، وهي اسمها كلونوريتشز. زي ما قلت هي بتنتقل للإنسان عن طريق بعض الأسماك أو أكل الأسماك غير المطهية بشكل جيد، وبتسكن وبتعيش في القنوات الصفراوية، وبتسبب ليها مشاكل والتهابات، وممكن تسبب كمان سرطان القنوات الصفراوية. شكلها يشبه الجياردية، بعض الناس افتكرتها جياردية لكن هي مش جياردية، هي أوفا. الجياردية بيكون شكلها بيضاوي وحجمها أصغر، وكمان زي ما قلت قبل كده بيكون فيها لمعة شوية لما بنشوفها تحت الميكروسكوب، لكن دي شكلها مميز شوية، بتشبه حبة اللب، وحجمها من أصغر البيضات اللي ممكن تشوفها تحت الميكروسكوب. بكده نكون اتكلمنا على معظم البويضات اللي ممكن تظهر في عينات الاسطول، فاضل بس نتكلم على الشيستوما. خلينا نتكلم عنها في فيديو مفصل عشان نعرف ازاي نفرق ما بينهم ونميز ما بينهم، وهيكون فيديو قصير جدا. وكمان هنتكلم كمان في الفيديوهات الجاية عن البروتوزوا وعن انواع اللارفا والورم اللي ممكن تظهر في عينات الاسطول. احب مرة تانية اشكر علي جبار على الصورة الجميلة اللي شاركها معانا، واحب اشكركم كلكم الناس اللي شاركت معانا في التعليقات. خلينا نشوف تعليقاتكم على السوشيال ميديا ونشوف مين فيكم اكتر واحد جاوب بشكل صحيح. دي الصورة اللي نزلتها على التليجرام، وخلينا نشوف تعليقاتكم. دولت واحد اتروبيس برمكريرس كريستوما، برافو عليكي، فاشيولا تريكيورا وسكارس. ورقم 7 لا غلط، 8 تريكيورا و9 تانية، برافو عليكي معظمهم صح. مريم كارس انتروبيس برميكوريريس سترونجلوديس لا، جارديا سيست لا، كابيلاريا لا، وسكيرس صح، تريكيورس والتينيا صح، برافو عليكي. في حاجات صح وحاجات مش صح. أميرة الحسيني تقريبا انتروبيس برميكوريريس انكريستوما فاشيورا تريكيورا سكيرس تريكيورا وتانيا جارديا لا، حاجات برضو صح وحاجات غلط. علي جابر علي جبار سكارس وتانيا برافو، والباقي بقى حوار على الجروب. اللي مشتركش في جروب التليجرام يا ريت يشترك، هيلاقوا حوار جميل جدا وعينات كتير ناس بتشاركها معانا، فاللينكات كلها في الديسكريبشن بوكس.
ودي البيج بتاعت الفيسبوك باسم مختبري برضو. الناس اللي بتسأل خلينا نشوف الصورة اللي نزلتها اهي، ومجاش عليها تعليقات خالص، وتقريبا تعليق واتلغى. ف جروب لسه جديد ولسه ما فيش ناس كتير بتشترك معانا، فأتمنى ان انتوا تشتركوا كمان وتكتبوا كومنتاتكم عن العينات اللي بنزلها. الفيديو الصغير اللي سلام. نزلته على اليوتيوب احمد المعايزي رقم 9 تينيا، ورقم 3 فاشيولا هيباتيكا، ورقم 5 شستوما، لا شستوما لا، هالة عادل انتروبيوس هوك كورم فاشيولا تيكورس تيكورس كارستينيا برافو. ناس كتير فعلا كانت طلبت مني العينة دي وان انا اشرح البويضات. اتمنى يكون الفيديو واضح وقدر يجاوب على كل اسئلتكم. احمد المعيزي بين وورم، ورقم 6 سكاريس، ورقم 8 تريكيورا، هي نفس الويبروم الويبورم. ومش هو بتسأل كيف افرق بين البويضات، اتمنى تكون عرفتي. معرفش اي شيء، ان شاء الله تكون عرفتهم. عبد الرحمن علي انتروبيس بالمكريرس انكلستوما، 3 مش عارف، 4 مش عارف، تريكيورا تريكيورا سكاريس فاشيولا هيباتيكا وتريكيورا تريكيورا وتينيا، ورقم 10 كلكم معرفتهاش، يوميات ادم وماما تريكيورا وتينيا واتشنانا وانتروبيس وانكلستوما. برافو عليكي. مريم فكري سكاريس اتشنانا، لا مش اتشنانا، فاشيولا وتريكيورا تريكيورا وتينيا. برافو عليكم كلكم، حتى اللي بيحاول ويكتب يعني اجابات غلط وبعد كده بيعرفها، ده نوع من انواع التعليم. اتمنى يكون الفيديو واضح بالنسبه لكم. الكوميونتي او المنتدى كان في كومنت واحد بس، وهو من نجاة انور، البلانتيديوم لا، والهيمونولوبس وسكارس. فيديو النهاردة اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش لايك وشير وسبسكرايب. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، مع السلامة.